فقامت رئيس الجمهورية التقي بمبعوث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين، كما منح رئيس الجمهورية وسام ضابط النظام الوطني للأمين العام السابق للجنة حوض بحيرة تشاد. أطلقت اليوم أمينة الدولة بالخارجية أعمال الورشة الإقليمية حول وضع استراتيجيات لعودة جماعة بوكو حرام إلى الشرعية، كان ذلك بحضور حاكم الإقليم البحيرة محمد أبايس. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء. انعقد اليوم مجلس غير عادي للوزراء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وقد ناقش المجلس وصادق على مشروع دستور الجمهورية الرابعة. نتابع محضر مجلس الوزراء الذي قرأته وزيرة البوسطة وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإعلام مادلين ألينجي بترجمة الزميل أحمد أدم، ولكن في غضون هذه النشرة. بحث اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع المستشار الليبي ومبعوث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الذي حمل رسالة شفوية إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بحث الطرفان مختلف أوجه التعاون بين البلدين وإيجاد السبل الكفيلة لحل الأزمة في ليبيا. زينب سليمان جبرين. 7 سنوات مريرة في ليبيا، ولا يزال الليبيون يسعون للبحث عن مخرج من أزمتهم أملا منهم لنسيان الحرب التي أصبحت سببا في تفكك الأسر الليبية. ومع تأخر الحل السياسي تطرح التساؤلات حول مستقبل التسوية في ذاك البلد الذي عانى من ويلات الحرب. وبهدف البحث عن تسوية للأزمة التي أرهقت جميع الليبيين، جاء هذا الوفد الليبي الذي يترأسه المستشار محمد صالح السليم المبعوث الخاص للسيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الذي جاء حاملا معه رسالة شفوية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. على مدى ساعة كاملة تباحث المبعوث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للاستفادة من خبراته ووصاياه وتوجيهاته التي تساعدهم في وضع حد لأزمتهم التي بدأت تشرد الليبيين وتزرع فيهم الخوف والرعب. اللقاء الذي حضره معاوني رئيس الجمهورية في المكتب المدني والأمانة العامة سمحت للوفد الليبي طرح مجموعة من القضايا والمواضيع التي وقفت عسرة في فض الخلافات بين فرقاء الليبيين من سياسيين وعسكريين. وقال محمد صالح السليم بعد خروجه من المقابلة أن اللقاء قد سمح لنا بطرح العديد من المواضيع التي شكلت عقبة أمام تسوية لأزمة بلادنا، كما زودنا فخامته بتوجيهات واستراتيجيات لحل الخلافات بيننا. تم التحدث مع فخامة الرئيس كبير الدولة على الأزمة الليبية الراهنة، ونقل تحية رسالة شفهية من دولة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السيد فايز سراج، وتم تقديم الإحاطة والاستماع إلى خبرة فخامة الرئيس إدريس ديبي حكيم أفريقيا وراعي مسيرة الاتحاد الأفريقي، والاستماع إلى نصائحه وتوجيهاته في هذا الملف. إن المبادرة الإقليمية بشأن حل الأزمة الليبية كثيرة دون التوصل إلى حل يرضي الأطراف المتناحرة. واللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني واللواء المتقاعد خليفة حفتر في الأشهر الماضية بالقاهرة العاصمة المصرية قد أوصى بإيجاد حل شامل يرضي جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا. نبقى دائما بالقصر الرئاسي، حيث منح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسام ضابط النظام الوطني التشادي للأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد النيجيري الجنسية سانوسي عمران عبد الله، بعد أن أمضى 7 سنوات على رأس أمانة اللجنة، كان ذلك بحضور معاوني رئيس الجمهورية عائشة خليل بلال. الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد الذي عين في العام 2011 وعقب إنهاء مهامه لإدارة لجنة حوض بحيرة تشاد، بهذا الصدد منح فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد السيد سانوسي عمران عبد الله أعلى وسام الشرف، وهو وسام ضابط النظام الوطني التشادي. المناسبة كانت بحضور وزير الشؤون الخارجية ومساعدي رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري
الفريق برئاسة الجمهورية. جاء هذا التكريم نسبة للجهود والعمل الجيد الذي قدمه السيد سنوسي إمران للجنة حوض بحيرة تشاد. رئيس الجمهورية بدوره شكر الأمين التنفيذي وجميع العاملين معه على الدور الإيجابي الذي قام به خلال فترة عمله والإنجاز الذي تحقق طيلة هذه الفترة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها البحيرة. من جهته ذكر السيد سنوسي إمران خلال المقابلة بأن بحيرة تشاد هي حمزة الوصل بين الدول الأعضاء وهي نيجيريا النيجر الكاميرون وتشاد والتي يتواجد بها العديد من السكان ولها أهمية قصوى للمواطنين، لكنه مع جهود غادة الدول الأعضاء وجدت البحيرة هيبتها. الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد السيد سنوسي إمران عقب نهاية اللقاء قال بعد 7 سنوات قضيتها كأمينا تنفيذيا للجنة حوض بحيرة تشاد اليوم انتهت مهمتي رسميا وجئت لكي أودع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي كرمني تكريما عاليا وهذا التكريم ليس لوحدي بل لجميع العاملين في لجنة حوض بحيرة تشاد. كما انتهز الفرصة الأمين التنفيذي سنوسي إمران ليشكر الحكومة والشعب التشادي على المساعدة والدعم اللامحدود خلال فترة عمله التي استغرقت 7 سنوات. بهذه التصريحات يقادر الأمين التنفيذي السيد سنوسي إمران عبد الله والوفد المرافق له الغصر الرئاسي إلى حين المقادرة إلى بلده الأصلي جمهورية نيجيريا الفيدرالية. أعلنت اليوم أمينة الدولة بالخارجية كات إليزابيث أعمال الورشة الإقليمية الخاصة بوضع استراتيجيات لعودة جماعة البوكو حرام إلى الشرعية. الورشة كانت بدعم من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ولجنة حوض بحيرة تشاد وبمشاركة خبراء 8 دولة إفريقية. المناسبة جرت بفندق راديسون بلو بحضور حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح لمساعدية. هذا اللقاء يعد خطوة جادة في عملية إعداد الخطة الإقليمية لاستقرار المناطق المتأثرة من هجوم الجماعات الإرهابية بوكو حرام، حيث جاءت هذه الورشة الخاصة بالبحث عن استراتيجية إقليمية للفرز والمحاكمة وإعداد تأهيل وإدماج الأشخاص المرتبطين ببوكو حرام. بدأ كل ما وقفنا أنتنا فكر حقنا، قلنا الحكومة أول فكرة كيف يدافع الشعب وكيف يبعد بوكو حرام، والآن من البوكو حرام بقى دواف رجوا الناس يجوا والناس ذا الأول شيء استاتيها قم ورنان لازم يكون معروف. الآن عندنا حوالي 2000 وزيادة جو من كان بوكو حرام، حوالي 45% ده أولاد وحوالي 35% ده نساء و 25% رجال. قلنا الناس ذول لا حكومة ما عندها إمكانيات الناس كله يكربوا. أمينة الدولة بوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي كات إليزابيث قالت أن عملية إيضاد الخطة الإقليمية للمناطق المتأثرة بهجوم الجماعات الإرهابية وطئ هجر أساسها الأول في إطار المؤتمر المنعقد في 2 وحتى 4 من شهر نوفمبر 2017 في العاصمة أنجمينا، وعلى غرار دول لجنة حوض بحيرة تشاد يتهتم على البلاد مواجهة الرجوع الكبير للأشخاص المرتبطين بهذه الجماعة منذ أن بدأت الجماعة الشعور بالضعف الكبير في صفوف أطبائها. هذا ويشارك في هذه الورشة التي تستمر لمدة 4 أيام وفودا وممثلي قدموا من دول حوض بحيرة تشاد والشركاء الفنيين والماليين. مثل اليوم الأمين العام لوزارة الأسرة والمرأة والتضامن الوطني عبد الكريم باطل توكوي مثل الوزيرة في مناسبة انطلاقة مشروع تحسين وإدراج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة نحو حياة نوعية في تشاد. المناسبة جرت بفندق هيلتون بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة فليب لاكوست. آدم حسن المكي. بالتوقيع على هذه الاتفاقية قد أصبح مشروع تحسين وإدراج الأطفال والشباب المعاقين المستضعفين نحو حياة نوعية بتشاد قيد التنفيذ، وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وتنسيق منظمة الإعاقة الدولية للإنسانية إلى جانب عدد من الشركاء. ويهدف المشروع إلى تحسين وإدراج حياة نوعية للأشخاص المعاقين والحد من العراقيل للوصول إلى المشاركة الاجتماعية في التنمية الاقتصادية بثلاثة أقاليم وهي أنجمينا ولوغون الغربي والبحيرة.
سفير جمهورية فرنسا لدى البلاد سعادة فيليب لاكوستا في خطابه أثناء الحفل قال بأن التوقيع على هذه الاتفاقية يعني انطلاقة نشاطات هذا المشروع، مشيرا إلى أن الإحصائيات تبين بأن نسبة المعاقين في تشاد تقدر بحوالي 5%، ولابد من مساعدتهم للعيش في حياة كريمة. كما شهدت المناسبة تقديم عرض حول مجالات عمل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الإعاقة الدولية الإنسانية. الأمين العام لوزارة الأسرة والمرأة والتضامن الوطني عبد الكريم باطل توبوي في كلمته أشاد بهذا المشروع الذي يدخل ضمن برامج الحكومة لمساعدة ذوي الإعاقة والضعفاء، مضيفا بالدور المهم الذي ستلعبه برامج هذا المشروع التي تنصب في صميم سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في رؤية 2030 لتشاد التي نريد. ونشير إلى أن مدة المشروع ستستمر لأربع سنوات ويستفيد ما يقارب 70,000 من المعاقين والضعفاء. نظمت اليوم شبكة الصحفيين من أجل العمل الإنساني والتنمية المستدامة في تشاد، نظمت ورشة تدريبية حول تقوية دعم السلام ومحاربة الإرهاب لإصالح بعض الصحفيين، وقد تم تمويل هذه الورشة من قبل الاتحاد الأوروبي في تشاد. المناسبة جرت بدار الصحافة التشادية، وقد ترأس الأمين العام النائب لوزارة البوسطة والإعلام عمر يحيى حسين. عائشة أحمد تكي. الدور الذي يلعبه الصحفي عند تأدية واجبه المهني أثناء معالجته لأحداث الساعة من خلال كتاباته وعرضه للزوايا المختلفة للمواضيع التي تخص المجتمع، كان هذا هو الجوهر العام لأعمال هذه الورشة التدريبية التي نظمت لصالح الصحفيين حول تقوية السلام ومحاربة الإرهاب، والتي نظمتها شبكة الصحفيين من أجل العمل الإنساني والتنمية المستدامة في تشاد عبر المشروع الإعلامي للوقاية من التطرف والعنف في دول الساحل. اليوم لمينا عشان نسوي الريستيشن ونقوي قدراتنا الصحفيين ونوقوهم في مجالنا وقاية النزاعات وفي مجال الإرهاب، كيف الصحفي في تقاريره في نشاطاته كيف يعمل العمل يوديه بصورة كويسة، وكيف يخدم عشان يوعي السكان وعشان ما يسهل العمل للناس المتطرفين القاعدين في بخدمه في مجالنا عن الإرهاب. رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول الساحل تحدث باسم المنسقية وقال بأن الحالة الأمنية المستقرة التي توصلت إليها هذه الدول جاءت نتيجة لجهود الصحفيين في نشر الوعي في الوسط المجتمعي. في الكلمة الافتتاحية للأمين العام بوزارة الإعلام عمر يحيى حسين أشار بأن الإعلام يمثل القوى الرادعة للأعمال الإرهابية خاصة مع أثر الانفجار التكنولوجي، وأن تزويد الصحفيين بالمعرفة أمر ضروري خاصة في مجال منع التطرف، علما بأن المشروع الإعلامي للوقاية من التطرف والعنف في دول الساحل مدته سنتان ويعمد على تدريب 80 صحفيا بمختلف وسائل الإعلام المحلية. قام حاكم إقليم والدي أحمد أمدو فرتي بزيارة تفقدية إلى عدد من المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف معرفة ظروف العمل في تلك المؤسسات. محمد حسن نصر الدين. زار حاكم إقليم وداي كل من المعهد العالي لإعداد المعلمين والثانوية المزدوجة حسين محمد إتنو وبستان العارفين والثانوية البنات المزدوجة ابن كنانة والمدرسة الابتدائية جندرميري. تفقد آدم فورتي أحمدو في خلال زيارته ظروف العمل لكل هذه المؤسسات للتعليم العالي الثانوي والابتدائي. في خلال حديثه مع المدراء الذين وضحوا واحد بعد الآخر المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات، نقصان الموارد البشرية والمادية، طلب حاكم إقليم والداي من مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية، طلب منهم الصبر وبذل الجهود والاعتناء بالنفس، كما تعاهد أيضا أنه سوف يرد بكل ما في وسعه في الاحتياجات الضرورية. وشجع أيضا آدم فورتي أحمدو في خلال هذه الزيارة كل الطلبة والطالبات بمواصلة الدروس والمذاكرة من أجل نجاح باهر في الامتحانات. نصب الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة محمد حامد أحمد نصب المندوب الصحي لإقليم إنيد الشرق، كان ذلك بحضور حاكم الإقليم الجنرال حسن جربو بجانب المسؤولين بالمنطقة. تقرير عبد الله هارون مرور.
بحضور حاكم إقليم نادي الشرق والمدير النائب بوزارة الصحة العامة، جاء حفل التنصيب الرسمي لمندوب الصحة بإقليم نادي الشرق. وبهذه المناسبة قدم المندوب الصحي كلمة شكر فيها جميع العاملين بالمندوبية على التعاون المثمر خلال الفترة التي قضاها على رأس المندوبية، متمنيا للمندوب الجديد التوفيق في مهامه الذي أوكل إليه. أما المندوب الصحي الجديد ريما تيمباي جيسنا، شكر هو الآخر السلطات الإدارية والتقليدية بالإقليم، طالبا العاملين بالمندوبية بضرورة التعاون من عجل تحسين نوعية الصحة الاجتماعية بالإقليم. وأثناء حفل التنصيب ناشد المدير العام النائب بوزارة الصحة العامة محمد حامد أحمد المندوب الصحي الجديد العمل بجد وإخلاص، وذلك من أجل الرقي بقطاع الصحة الاجتماعية، مشيدا بجهود السلطات المحلية في مساعيها لتحسين الحالة الصحية للمواطنين. أما حاكم إقليم نادي الشرق أشاد بجهود العاملين في المندوبية. أنا نسكن كتير وقرر هذا كي أكون شاء كل مالي ديو واني ناس قايدين نخد مواغن كل مالي دينا طول تا في ليل ونهار واقف وقايد بخد. وبعيد حفل التنصيب قام المندوب الصحي الجديد بزيارة إلى مشفى مدينة أمجرس للوقوف على أوضاع العاملين بالمشفى وكذا الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة بالإقليم، كما زار أيضا المشفى الإقليمي الذي في قيد التشييد واستمع إلى شروحات العاملين في كيفية سير العمل بالمشفى وهو على وشك الانتهاء. ناشد المنسق العام لجمعية حقوق المستهلكين الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل منع بيع السجائر غير المرخصة، جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم، نتابع. تدخين و يسبب مشاكل كثير في الصحة، وهنا المنظمات أنا السوسيتي سيفيل في أفريقيا يعني شافوا لأن السابقين على السجائر بغندولة يعني عندها خطورة كثير بالأخص للشباب الما عندهم قروش يبو سجائر بباكيت، والشركات أنا السجائر هم المهمين ده إلا الفائدة يعني مكسب البلغو، مشكلة أنا الصحة ده ما مهم، ودول أنا أفريق كتير عندهم يعني بوليتيك ضد التدخين، لكن الكثير أنا سياسة حقهم ده ضعيف، وعنينا نقوله في الواجب ده يعني حكومة تشيل قرار عشان نادم اللي يساوك سجائر واجب ينتو اوتوريزاسيون ولا ينتو ليسانس قبل نادم اللي يساوك سجائر ما يخلوا له أي نادم بس يساوك سجائر. أشاد رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين جبرين حسين مرسال أشاد بالجهود التي بذلتها الدولة عبر وزارة المالية والميزانية بالتحسين الكبير في مستوى إيرادات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم، نتابع جزءا من حديثه. حزبنا اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين EDS مبسوط بالخدمة المميزة والجهود المقدرة التي سوتها الوزارة حنت المالية والميزانية بسبين عن القروش في الصندوق عن الدولة، وخاصة في الوقت عن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية قد تعيش بلدنا. في ده نقوله الأملية عن سبين عن القروش في الكيس عن الدولة دي عندها معنى وبقت كمان بنجاح تام، وده كل كي بيجي بالجهود المقدرة عن المسؤول الأول عن الوزارة انت المالية والميزانية، والنتيجة اللي كان بقت في خلال الثلاثة شهور الأولانية عن السنة دي ما بقت يوم واحد في تاريخ عن بلدنا، والشيء ده بوصف قدر المسائل الكبار عن الوزارة انت المالية والميزانية عندهم النية المخلصة عشان بيستعدلوا الأمور، ويجبنا إيداز بسجيهم عشان يواصلوا بنفس الفكرة ويبذلوا الكثير عشان يمرقوا بلدنا من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية قد تعيشها.
ثقافيا عقدت اليوم اللجنة المنظمة لمهرجان تكنا مساء جميع عمومية للتقييم المهرجان الثقافي الدولي الذي عقد العام الماضي. كما تم في هذه الجمعية العمومية إعلان نشاطات العمل العام المقبل. تقرير عباس بكر مصطفى. لتقييم أعمال المهرجان الثقافي الدولي تكنا مساء سيما سرد إنجازاته خلال المهرجان المنصرم الذي احتضن فعاليته بمدينة بنغور حاضرة إقليم مايوك بالشرق، وقد انطلاقة نشاطات المهرجان للعام 2019. هذين المحورين ما دعا لانعقاد الجمعية العمومية العادية من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان الثقافي تكنا مساء لقبيلة مساء المقيمة بتشاد والكمرون. المنسق الإقليمي لمهرجان تكنا مساء بمدينة بنغور جيبسو ناشد منظمي المهرجان من أجل التفادي الأخطاء التي وردت في المهرجان السابق، لذا طلب أن يكون المهرجان القادم ذات نوعية جيدة. من جانب المنسق الوطني النائب بالبلاد شكر منظمي الجمعية العمومية العادية وقد الوفود القادمة من دولة الكامرون وتشاد بهدف انعقاد الجمعية، وأكد بأن تضامنهم سيساهم بشكل فعال في إنجاح فعالية المهرجان الثقافي القادم للعام 2019 المعروف باسم تكنا مساء. عقد اليوم الفنان الحائز على جائزة إذاعة فرنسا الدولية للموسيقى بوي كوياتي من جمهورية مالي عقد مؤتمرا صحفيا بالمعهد الفرنسي، تحدث فيه عن تنظيم أمسية ثقافية يوم غد الأربعاء هنا في العاصمة انجمن. عباس بكر مصطفى مرة أخرى. بعد فوزه بجائزة إذاعة الفرنسا الدولية للموسيقى، فإن فنان بويه كوياتي من أصول مالي حيث قام بزيارة إلى دولة تشاد التي تعد أولى محطة له، وعقب وصوله إلى بلاد توماي فقد أحيا المعهد الوطني الفرنسي التشادي مؤتمرا لأمسيته الذي يصادف 11 من هذا الشهر الجاري، وتعد زيارته فرصة سامحة لتبادل وجهات النظر مع الفنانين التشاديين بغرض تطوير الفن الإفريقي بصفة عامة. أثناء المؤتمر فقد سرد الفنان كيفية حصوله على جائزة إذاعة الفرنسا الدولية وبحسب أسئلة الصحافة العامة والخاصة التي ركزت حول صعوباته وكيفية حصوله على الجائزة للعام 2018، فقد أجاب عليه بيوكواتي بكل وضوح. كما ذكرت لكم في بداية هذه النشرة بأنه عقد اليوم مجلس غير عادي للوزراء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وقد ناقش المجلس وصادق على مشروع دستور الجمهورية الرابعة. نتابع محضر مجلس الوزراء الذي قرأته وزيرة البوستة وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والإعلام مادلين ألينجي بترجمة الزميل أحمد أدم. عقد مجلس للوزراء غير عادي اليوم الثلاثاء 10 أبريل تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء. مشروع قانون مسجل في محضر هذا اليوم. فيما يخص الأمانة العامة للحكومة، المجلس درس وأجاز مشروع قانون دستوري ينص بإجازة دستور الجمهورية الرابعة. منذ إعلانها كجمهورية في العام 1958 جمهورية تشاد مرت بأكثر من دستور ونصوص دستورية. هذا التعدد يعبر عن التطور الحياة السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد منذ دستور العام 1996 ولأكثر من 20 عاما في المعرفة الدستورية. الشعب التشادي عبر عن حوجته في تقييم هذا النهج وعمله، وتعهد رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية للعام 2016 بإحداث إطار دستوري للبلاد من أجل توطيد الديمقراطية ودعم مكانة الدولة. الفرصة جاءت عبر المنتدى الوطني الشامل الذي عقد من 19 إلى 27 مارس للعام 2018 بأنجمينا. الشعب التشادي اغتنم الفرصة لتحديد رغبته وأخذ المخرجات وإجازة القانون الأساسي الجديد. هذا القانون الأساسي الجديد يعبر عن قيمة الديمقراطية العالمية والتاريخ السياسي الدستوري لتشاد، ويحمي عدة مكتسبات وإنشاء مواثيق اجتماعية
وهو نص حديث يعبر عن واقعنا المعاصر ويدعم إدارة المؤسسات ويحترم تعهداتنا الدولية، وهو محدد وواضح. المشروع يظل مفتوحا متزنا وجامعا، وهو يعبر عن نظرة جميع التشاديين. مشروع القانون يضم 17 عنوان و10 فقرات و228 مادة، وبه ابتكارات قوية في الديباجة ومع التأكد والارتباط وتطوير الحكم الرشيد وتطوير التسامح للعيش معا ودعم الوحدة والتجانس الوطني والأخذ بالتطور الدائم فيما يخص الدولة والسيادة والحقوق الأساسية والواجبات. مشروع الدستور أكد تمسكه بحقوق الإنسان والحرية المعلنة في المؤسسات القانونية الدولية وتطوير دولة القانون السياسي، المرأة والتمثيل مشرف بالجمعية الوطنية والمؤسسات العامة والخاصة، ويضمن مشاركة التشاديين الذين يعيشون في الخارج والرحل في حياة الأمة. فيما يخص التنظيم وإدارة الحكم، السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية وهو المنتخب لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. السلطة التشريعية تبقى بغرفة واحدة ومراجعة الوحدات الانتخابية. السلطة القضائية والمؤسسات الكبرى للجمهورية محكمة عسكرية بها محكمة عسكرية ذات كفاءة لمعرفة التجاوزات العسكرية ذات المستوى الأول ومحكمة عليا عسكرية كقضاء ذات مستوى أول من أجل التجاوزات الخطيرة. فيما يخص التجمعات المستقلة، مشروع الدستور أجاز 2 من التجمعات المناطق والبلديات. وفيما يخص السلطات التقليدية لا تعتبر فروع من الإدارة فحسب، بل هي حماية للعادات والتقاليد وضمان تطويرها. أعضاء الحكومة ناقشوا وقدموا ملاحظات وعلقوا حول موضوع احترام الثقافات والإصلاح المؤسساتي والحكم التقليدي وتفعيل المراجعة الدستورية. رئيس الجمهورية عبر عن عميق ارتياحه حول التقدم الديمقراطية، ويؤكد بأنه سيحترم البرنامج وإرادة الشعب التشادي في إطار دستور جديد. واختتم حديثه بأن تاريخ تشاد سيشهد صفحة جديدة، وذلك ببداية هذه الجمهورية الرابعة. المجلس بدع في 10 وانتهى في 12:15. بقراءة محضر مجلس الوزراء. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة.